تعالوا بقى يا حضرات نروح وعبر سكايب الى الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي اللي هنتابع معاه اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المختلفه. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك معانا. اهلا بيك يا استاذ كريم، واهلا بكل الساده المشاهدين وبكل جمهور النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. جميل، يا رب دايما في احسن حال. طيب انا عايز ابتدي مع حضرتك لو تسمح لنا بالمانشيت الرئيسي في اليوم السابع، بيقول انتر ميلان ينافس نابولي على التعاقد مع المغربي عز الدين اوناحي. بدايه كده كان متوقع جدا ان نسمع بقى ان في انديه عالميه كبيره هتبتدي تحط عينها على كتير من لعيبه او من قوام المنتخب المغربي، فانت شايف يعني ازاي، يعني شايف ايه مدى امكانيه انتقال اوناحي اما لميلان او لنابولي بشكل عام، وانعكاس هذا الامر عليه هيكون عامل ازاي؟ هو طبعا اوناحي واحد من نجوم البطوله، مش من نجوم المغرب بس، بشكل عام بطوله كاس العالم طبعا 2022 اللي فازت بيها الارجنتين، قدم الحقيقه اداء رائع جدا. يمكن التصريح اللي كلنا بنفتكره، تصريح لويس انريكي المدير الفني لمنتخب اسبانيا، ان هو قال مين ده، يعني قال الراجل رقم 8 ده، استغرب من الاداء اللي قدمه امام منتخب اسبانيا وفي البطوله كلها بشكل عام. وانريكي طبعا واحد من نجوم برشلونه سواء كلاعب او كمدرب، وده لفت الانظار كمان لعز الدين اوناحي في برشلونه، لان انا كتير جدا عن اهتمام نادي برشلونه كمان بالتعاقد مع عز الدين اوناحي. لكن الدوري الايطالي قد يكون برضو بواب اسهل وطريق اسرع لعز الدين اوناحي عشان ياخد خطوه اكبر في مسيرته، لان هو دلوقتي طبعا بيلعب في نادي انجيه الفرنسي، عنده فرصه كبيره ان هو ياخد خطوه مهمه. حتى هو لاعب عنده عروض كتير جدا، يعني كل يوم تقريبا من بعد كاس العالم او حتى اثناء كاس العالم بيوصل عروض او بيوصل يعني محادثات او مفاوضات او اسئله عن امكانيه بيع اللاعب. طبعا نادي انجي بيقول ان هو من 20 ل 25 مليون يورو، ده رقم مش كبير دلوقتي بالنسبه للاعب ممكن يكون كلاس اي، هو يعني هو دلوقتي هو لاعب واعد بروميسنج، لكن هو ما يصنفش حاليا ان هو ضمن مثلا نجوم الوسط العالميين زي كيب بروين، زي اي حد بيلعب في مركز 8 في الوقت الحالي، لكن هو واعد ممكن في المستقبل يبقى زيهم. فنتمنى ان هو ياخد خطوه ذكيه. هو الراجل قال يعني هو المهم عنده المشروع، مش مهم الدوري ايه ومش مهم النادي ايه، المهم النادي يكون عنده مشروع عشان يكبر معاه في الفتره اللي جايه. لكن هو الحقيقه لاعب مميز جدا، ونتمنى نستمتع بيه زي كل لاعبتنا العرب طبعا، على راسهم محمد صلاح. اكيد. طيب اروح بقى معاك لموقع كوره والعنوان فيه بيقول مارتينيز يخلد ذكرى تصديه التاريخي بوشم كاس العالم، والتفاصيل بتقول ان طبعا ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين عمل او رسم وشم لكاس العالم على عضله ساقه اليسرى تخليدا طبعا لتصديه التاريخي في الوقت القاتل من المباراه النهائيه لمونديال قطر امام فرنسا. وسؤالي لحضرتك، طبعا اكيد مش هنختلف على تالق مارتينيز في النسخه الاخيره من كاس العالم بدليل ان هو حصل بالفعل على جائزه افضل حارس في المونديال، لكن شفناه امبارح في ماتش ليفربول مش في مستواه قوي. يعني انت شخصيا كيف رايت مباراه الامس بين ليفربول واستون فيلا؟ هو طبعا يعني ايميليانو اثار الجدل بشده في الفتره الاخيره جدا جدا اثناء البطوله، يعني حتى انا من الناس اللي كنت بشجع الارجنتين اثناء الماتشات انا كنت بتضايق منه من اللي بيعمله، يعني حتى مستفز جدا احتفالاته بعد التصدي لركلات الترجيح، يعني ده مش وقته، يعني انت الماتش شغال ونهائي كاس عالم والدنيا كلها على اعصابها، وده عمال يرقص بعد ما صاب ركله ترجيح ولسه الامور ما حسمتش. يعني بعد كده طبعا اللقطه اللي عملها مع مبابي وخلى الاتحاد الفرنسي يقدم شكوى رسميه للاتحاد الارجنتيني، وكل نجوم العالم دلوقتي بينتقدوا تصرفات ايميليانو منهم اخرهم فابيو كابيلو، ان هو قال ده مجنون، يعني قال ده حد مش طبيعي. فيعني هو معروف دايما ان حراس المرمى بيبقى عندهم يعني حته كده جنان، يعني ده بس هو في حته لوحده للامانه، يعني حتى وقت او لحظه احتفاله بالقفاز الذهبي يعني كل حاجه عملها كانت اغرب من بعض الحقيقه. لا هو فعلا مجنون يعني مش طبيعي، لكن هو طبعا حارس كبير، وهو الوشم اللي عمله ده يعني هو اختار كمان الحته اللي تصدى بيها للكوره، وهو شايف ان ده اللي جاب كاس العالم، واكيد كلنا شايفين كده كمان، لان الكوره دي لو جت خلاص الدقيقه 122 مبروك فرنسا 4-3 خدوا كاس العالم، لكن هو تصدى للكوره والحقيقه تصدى ليها بشكل رائع جدا، وفرد جسمه كويس وفرد رجله كويس وقدر يتصدى للكوره، فهو يعني خلد بقى الذكرى دي وحط الكاس العالم وشم كاس العالم على نفس العضله اللي تصدت للكوره اللي ضيعت كاس العالم على فرنسا وحولته الارجنتين. لكن هو طبعا يظل حارس كبير، لكن يعيبه بقى ان هو ممكن الحاجات اللي بيعملها دي تخرجوا شويه من التركيز، تخلي الناس تركز معاه اكتر ان هم يعني يحاولوا ان هم يعني مبابي مثلا لو لعب في اي وقت ضد ايميليانو اكيد هيبقى همه الاول ان هو يسجل فيه، مش لازم فريقه يكسب، بس هو يبقى عايز يسجل فيه اكتر من هدف يرد اللي
لعيبه كتير او مدربين كتير ممكن يركزوا معاه بشكل كده، فده طبعا. طبعا ممكن يأثر عليه بشكل سلبي. طيب اروح بقى معاك للشرق الاوسط، وعنوانها الرئيسي بيقول الارسنال ينتفض بهزيمه ويست هام ويعزز صدارته. وسؤالي لحضرتك، انت اكيد ملاحظ ان الارسنال عام عنده صحوه ملحوظه في الموسم ده، شايفها ممكن توصل بيه لفين؟ للاسف ارسنال، يعني جمهور ارسنال ممكن يتضايق من كلمه للاسف دي، ولكن هو للاسف لان انا بشجع مانشستر سيتي، لكن هو واضح ان هو مش هيفرط في بطوله الدوري السنه انا دي، واضح ان هو تخيلتك ليفربولي النزعه. لا انا مانشستر اوكي سيتي، طب انا هقول لمحمد صلاح استاذ عبد القادر، لا ما انا بشجع محمد اقول له صلاح، اتمنى يكسب الهداف اتفضل يا فندم. وكمان ليفربول السنه دي للاسف بعيد قوي للاسف عن فعلا صحيح. 15 نقطة، أرسنال أو أرسنال تساوي مع بعض في المباريات، فرق 15 نقطة عن المتصدر، فبعيد قوي. لكن أرسنال السنة دي واضح إن هو مش مفاجأة، هيعمل أول كام جولة وبعد كده يرجع تاني زي ما شفنا في كل المواسم اللي فاتت. ممكن تلاقي فريق إيفرتون مرة، برايتون مرة، تلاقيه في التوب فور، تلاقيه متصدر كام جولة، لكن لا أرسنال مش كده. واضح إن مايكل أرتيتا لقى المفتاح أخيرا، قدر يكون الفرقة اللي ممكن ترجع بطولة الدوري الإنجليزي لنادي أرسنال اللي هو من عظماء الدوري طبعا الإنجليزي مع طبعا طبعا. بطولة الدوري ألف ليفربول ومانشستر يونايتد، أو مانشستر يونايتد وليفربول 2019 هو 13 بطولة. لا السنة دي مش هتبقى سهلة أبدا أبدا على مانشستر سيتي أو أي فريق تاني هيحاول ياخد الصدارة من نادي أرسنال. وإن كان ناس كتير تقول لك ما تحطش في اختبارات، لا هو اتحط في اختبارات، كسب مانشستر يونايتد، خسر من مانشستر يونايتد لكن كسب ليفربول، لسه هيلاعب مانشستر سيتي، عنده ماتش مؤجل، عنده ماتشين مع مانشستر سيتي، الفرق ما بينهم 5 نقاط، لو السيتي قدر يكسب الجولة دي زي ما أرسنال كسب الجولة دي، لكن لا أرسنال يستحق التحية ويستحق كمان ميكل أرتيتا إن احنا نحطه ضمن النجوم الكبار دلوقتي في عالم التدريب، وواضح إن احنا نشوف مدرب كبير كمان في السنين اللي جاية لأن تأثيره واضح على الفريق. انت لو بصيت لأرسنال مش هتلاقي نجم كبير زي ما انت ممكن تلاقي في السيتي، زي ما انت ممكن تلاقي في ليفربول، زي ما كان عندنا في مانشستر يونايتد، لا مش هتلاقي نجم كبير، هتلاقي كلهم مارتينيلي، ساكا، هتلاقي لاعبين صغيرين في السن شوية، لاعبين صغيرين في النجوميه كمان، يعني لا يصنفوا كلاس ايه حتى قبل بدايه البطوله دلوقتي. طبعا هم من اهم نجوم العالم في الوقت الحالي، لكن كل ده شغل مدرب، وشغل مدرب الحقيقه رائع جدا. وارتيتا يعني لو فضل ماشي بالشكل ده هنشوف نسخه زي جوارديولا، زي مورينيو، وممكن مع الوقت زي فينجر نفسه، اسطوره نادي ارسنال. جميل. طيب موقع يلا كورة العنوان فيه بيقول إندهوفن يعلن انتقال كودي جاكبو لليفربول، وشايف يعني الانتقال ده لو حصل فعلا يعني ايه مدى الاستفادة اللي هتستفيد بيها ليفربول؟ طبعا جاكبو كلنا شفناه في بطولة كأس العالم مع المنتخب الهولندي، الحقيقة أداء رائع جدا، سجل 3 أهداف، لاعب كلنا لفت أنظارنا لأنه لاعب كانش برضه نجم كبير، مش معروف بيلعب في ايندهوفن. مين فينا بيشوف ماتشات ايندهوفن؟ يعني 1% ممكن من الناس اللي بتتفرج يكون بيشوف ايندهوفن او بيكون بيتابع الدوري الهولندي، لكن احنا شفناه في كاس العالم زي ما انت كنت اشرت حتى في المقدمه، ان اي لاعب يتالق في كاس العالم بينور العالم كله، طبعا بينور عليه. ده صحيح اللي حصل، راح ليفربول. ليفربول كان عنده مشكله في الحته الهجوميه لان هو بعد رحيل ساديو ماني وتغيير الطريقه شويه، ان هو بيلعب بمهاجم تارجت زي داروين نو، فحصل ما فيش كيمياء شويه، يعني شفنا حتى امبارح ابتدى يخش تاني في مركزه المهاجم اثناء اللعب، والهدف اللي سجله كان صلاح في المكان اللي هو بيحبه، المكان اللي هو بيسجل فيه اهداف. فيمكن جاكبو يساعد كمان محمد صلاح، على من وجهه نظرنا احنا كمصريين، ان الصفقه دي تبقى مفيده، ان محمد صلاح او جاكبو يقدر يعمل الدور اللي كان بيعمله روبرتو فيرمينو مع محمد صلاح، ان هو يلعب كمهاجم متاخر، او حتى لما بيلعب كجناح ايسر كمان بيقدر يقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه ساديو ماني، فليفربول يرجع للطريقه اللي كان بيلعب بيها المواسم اللي فاتت كلها، واللي شهدت تالق الفريق بشكل عام وتحديدا كمان محمد صلاح بشكل خاص. فهو واضح انها صفقه مميزه جدا، ليفربول كسب الصفقه دي الحقيقه، لسه ما قالوش بكام مليون، لكن ايا كان الرقم فهي صفقه مكسب كبير جدا، على عكس صفقه نونز اللي انا شايفه ان هو مهاجم رائع جدا ومهاجم كبير، لكن لا يتناسب خالص مع طريقه لعب ليفربول. ليفربول ما بيلعبش بمهاجم التارجت رقم 9 الصريح، نفس الكلام كان في السيتي، لكن هو عنده هالاند، يعني لما يبقى عندك هالاند ممكن تغير الطريقه عشانه، لكن نونيز واضح ان يعني الصفقه لم تؤتي ثمرها حتى الان. طيب خليني اختم مع حضرتك برايك. كنت بقول انا في اللينك اللي فات من حلقتنا النهارده خبر متعلق بجورجينا رودريجيس اللي اهدت كريستيانو رونالدو سياره فارهه رولز رويس، عقبال امالتك كده وعقبال عندنا جميعا.
جميلة فعلا. وشايف شايف ان هي ممكن طبعا يعني هو اكيد بطبيعه الحال يعني كريستيانو رونالدو يملك اسطول من السيارات الفارهه والطائرات الخاصه الى اخره، يعني الواحد فينا لو المدام اهدته سياره رولز رويس هنفترض جدلا هذا الامر، اكيد الواحد مننا هيفرح فرحه الهبل، لكن في حاله كريستيانو رونالدو شايف هديه زي كده ممكن شويه تطيب الجراح وتبلسم له الجراح بعد التعثر اللي هو يعني حاصل له في الفتره الاخيره؟ يعني هو الناس كلها قالت فعلا زي ما حضرتك قلت كده، هو رونالدو مش ناقص عربيات يعني. هو رونالدو انا طبعا من فتره بعمل احصاء كده او فيديو يعني عن السيارات بتاعته، فكان عنده عربيه ب 10 مليون يورو، عربيه بوجاتي تشيرون تقريبا يا سيدي مليون يورو. فيعني رولز رويس دي بالنسبه للعربيات اللي عنده او بالنسبه للعربيه واحده من اللي عنده هي حاجه كده يعني ممكن يروح يتسوق بيها يروح ايوه يزور اللي بعد الظهريات بالظبط. وجورجينا يقدروا من فلوسه كمان في الاخر، فيعني هي طبعا معنويا كويس انها قبل كده كمان جابت له عربيه لما كان في ايطاليا، جابت له عربيه كمان مرسيدس 4 باي 4، عربيه مرسيدس يعني كروس اوفر، يا وكان فرحان. وعدي فهو يعني مش عارف هيودي العربيات دي كلها فين، اهي دي الجوازات يا استاذ هو من فلوسه من فلوسه يعني. طيب احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر استاذ عبد القادر، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الرحمن في الحلقات اللي جايه، شكرا لحضرتك. ترجمة